فرحاني بيقولوا لك واو، بتقلن زعلاني بيقولوا لك واو، بتقلن تعباني بيقولوا لك واو، بتقلن طهقاني بيقولوا لك واو، بيروت الخرباني بيقولوا لك واو، بيروت العتباني بيقولوا لك واو. يا اخي واو الدهش وواو الجيم، واو العطف وفاء الفيم، واو الدهش وواو الجيم، واو العطف وفاء الفيم. وزبالي داير من دار ورح يولع عرفتي، وزبالي داير من دار ورح يولع عرفتي. واو الدهش وواو الجيم، واو العطف وفاء الفيم، واو الدهش وواو الجيم، واو العطف وفاء الفيم. وزبالي داير من دار ورح يولع عرفتي، وزبالي داير من دار ورح يولع عرفتي. مرحبتين، سوري ما لحقت التليفون. ايه انا ببيروت وكمان جاهزة، هلا بعد شوي بحكيكم نتفق. أديب وصلتو؟ ايه ما بدي لقطات عم تحرك، بدي لقطات ثابتة بتعرف كرمال المونتاج. ليك برجع لك بعد شوي بحكي. بتمنى تكون مبسوط. أنا اليوم تركت الشغل كله بسببك ومن تحت راسك. تركت الشغل؟ أكيد ما رح كون مبسوط إذا بتتركي الشغل وخصوصا من تحت راسي. والله؟ مشان هيك نازل بر كل النهار فوق راس كريم عني؟ ما كنا عم نبر، قعدنا واجتمعنا وتناقشنا بالتقرير والتقينا بوجهات النظر، هيدا الشيء الطبيعي يعني. والله، وكمان عم تتناقش، بصفتك شو أصلا بدك تتناقش بتقريري مع كريم؟ بصفتي الإديتر وهو صاحب الشغل. ما لك حق تتدخل بمضمون تقريري. مضمون تقريرك ما حدا قرب عليه. سؤالك للنازح الهربان من الموت والدمار والقتل، شو رأيك بالعيشة هون وإن شاء الله مبسوط، هيدا المضمون ما قربت عليه. أنا أعطيت ملاحظات إلى خاصة بالشكل وهيدا من صميم عملي. إيه برضو كمان ما أرك حتى تدخل لأنه أنت بس شغلتك تمنتج، أنا يلي بقرر كيف بده يكون شكل تقريري ومضمون تقريري، مفهوم؟
هاي وجهة نظري. يا عمي لشو عم تعيط وشو العيط؟ شوفي ما في شيء ابدا، بس ما بقى في لبنانية توصفون بالشركة، مزبوط؟ لا مش عم صدق، مش بس تافهة وعنصرية كمان. ولا يهمك حامد، ما تزعلان. ماني زعلان، هذا الحكي معود عليه، اليوم بسمعه بكذا طريق او كذا محل، واحيانا بتشوفه ارمات مبروزه على الطريق. وقفت عديانا. لك حامد، العنصريه موجوده بكل المجتمعات مثل الفيروس، المهم ما ينقلنا العدوى. ما تخاف، محصنين معلم. كبير حميد، ولي يا سعاد، أنا بطلبت منك تحضري لي ثيابي، قلت لك نازل على بيروت. نازل لعند ست الحسن، بدك ياني أحضر لك ثيابك؟ من هي هاي اللي نازل لعندها يا عبد الكريم؟ أنا نازل عند ست الحسن؟ شو ما بقى في بعقلك مخ؟ من هي هاي نازل عندها؟ بعرف، اسأل حالك. نازل عند طلال، ما حدا عارف عنه شيء، وهيدا سميت بالبيت اللي عايش فيه تطلع ريحته وما حدا بيسأل عنه. بعدين أنا بدي أتجوز عليكي، ليش بعيدة أنا؟ يرحوها. ولي يا سعاد، سعاد شو بكي؟ جيب لي كباية مي. خلص هدي هدي هدي، أنا بجيب لك. اجا طارق، طارق بس بشرفك كون منيح معه. مرحبا يا جماعة. اهلا، كيفك طارق؟ بعرف اني انا مغلط معكم، بس جاي بس حتى اعتذر منكم، لانه ما بدي اياكم تكونوا زعلانين مني او اخذين شي فكرة عاطله عني، بس اللي صار صار. انتو كيف تعملوا هيك؟ مسلمينكم المحل حتى تديروه، بيرجع ربيع بيلاقيكم سكرانين؟ هيدا اللي بيأمنكم؟ معك حق، معك حق لو شو حكيت استاذ بلال، بس انه شو بدي اقول لكم؟ الله يصطفر فيها هيدا سامي. انا على كل حال التقيت بست يارا بالصدفه وقلت لها بدي امرق هون على المحل بس حتى اعتذر منكم، مش اكثر من هيك. والله قلت لهم يعني عملت مثل ما وعدتك، بس انا مش طالع بايدي شيء. شو بتحكي؟ وانا ما بدي الا سلامتك وسلامتهم. واستروا ما شفتوا منا وما توخذوني. ليك، في طريقه واحده لترجع الشغل. شرطين. اول شرط انه ممنوع تعمل ولا غلطه. تاني شرط هيدا سامي اذا بيدعس بالمحل بدي كسر له اجري. انا ما بقبل يفوت على المحل. فيك لكن اذا هيك تبلش بكره شغل. ممنون كن انا. واستاذ ربيع، انا من ايدك هيدي لايدك هاي. يلا يا اخي يعطيكم العافيه، بكره الصبح انا هون. هلا الله معك. انبسطتي ست يارا؟ بدك يقبرني انا، يقبرني هيك اللي بيعمل حاله اللي بيمثل انه هو دبش. انا دبش؟ انه بعد بدك شوي يعني صير دبش. لك الله يريحك يا يارا، من بكره شغلين طارق وكفاح. صار عنا شغلين من بكره، بس عنا مشكله صغيره بعد، بدنا زبونات. بس جرايد جرايد، يلا جرايد مجلات. لازاروس، قول ابو عبسو. لك يا رجل، انا والله ما بعرف شو بدي اعمل بكل هالكتابات وما في جريده للنشر. ابو عبسو، انت اكتبي، بكره نعمل كتاب. اوعى اوعى ما تجعلكم، ما تجعلك المجله، كيف بدنا نبيعه بكره؟ هاي المجله بالاساس ما لازم حدا يشتريها. بدك اقرا لك عناوين المواضيع اللي فيها؟
سيدتي الجميلة، عيشي تجاعيدك مقابل مال إعلامية التي لا تعلم. شو يعني إعلامية؟ أنت بتعرف شو يعني إعلامية؟ ومنين جابوا لنا هاي المفردة؟ وكيف بيقبلوا يقولوا لهم إعلامي وإعلامية؟ أنت بتعرف شو يعني إعلامي؟ شو؟ معناتها بو يا غدروس. أنت بتقبل ينقال لك بو؟ أبداً. لازم يقولوا صحافي صحفية، مش إعلامي بو. أنا ما بعرف، هيك بيقولوا إعلامي وإعلامية. هذا خطأ شائع وجب تصويبه. ها غزروس، تعال خذ المجلة وجيب لي مجلة غيرها. ذكرنا يا أبو عبسو. يعني حتضلك صافن هيك وبدكش ترد علي؟ بعدك زعلان مني؟ بدك تقبر قلبها لسعاد اللي مزعلتك. ولي يا سعاد، شو بيصير لك انت؟ مين اللي زارع بافكارك انه عندي مره ثانيه ببيروت؟ يعني افش مره ثانيه؟ بلا، في مره ثانيه. وعندي منا اولاد، صبايا وشباب. وابني هلا النعفين وبنات دناي. لك وين بدي هج انا؟ وين؟ بتهجش على محل. تعال قلبها لسعاد. تعال قلبها لسعاد اللي مزعلتك، لك يقبر قلبها سعاد اللي مزعلتك. على طول بتضحك علي بكلمتين. كي ما عشت ولا كنت، حبيب القلب انت. معلوم حبيب القلب. شدي شوي هاي المال. اهلا 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 بالحبيب. اهلا. لا اهلا ولا سهلا، جاي اخذ اغراضي، ما تعطي الهام، ما حنام عندك. بمين الله كان يعطي الهام؟ شو نوم حدا ابو عبس اريح من هون؟ شو عرفك انت؟ اني شو عرفني؟ لاني ابو السيم، ما في شيء بيصير ببيروت ما معي خبره. على كل حال مسامح كريم، فوت هلا غير ثيابك وتحمم لانه ريحتك واصله على السطح، نشوف شو بنعمل. بتحمم وبغير ثيابي، بس ما حابقى ولا ثانيه هون. أنا بكرة راجع على البارومتر. لا يا طاري، لا خين عظمى إيدي ولو رجعت عم تحكي مع هدول الجوز. ماشي ماشي، سجل عندك سجل. سمعت قال لك منا خيانة عظمى ولا بلور. بعدين أنت شحطني من عندك يا سامي، شو ناسي؟ وأنت اللي خلطت معه لربيع، الزلمة ما عمل معك شي غلط. ماشي يا طاري ماشي، أنا اللي لي من وقت ما تركت البيت عم فتش وراه عليك لحتى رجعك، ولا أقول لك إنه على الشغل اللي لقيته. ما بتعمل شي، بس تقبض مصاري بتحط بجيبتك. قاعد عم تحكي مع هدول الجوز اللي بتسترهم ستر. ماشي، انا بفرحك وانت بدفني يا طاري. ايه كله هذا من ورا ظهري. ما من ورا ظهرك، صارت القصه بالصدفه. ويا حالي عمل لك، يعني ما بدك تشتغل معي بالشغل اللي قيته؟ الله يهنيك ويفتح بوجهك. ما بدك تنام هون؟ نام هون خيي تنصفي القلوب بين بعضنا، بس من بكره الصبح بدبر حالي. ماشي ماشي، طيب خلص فوت فوت هلا اتحمم غير ثيابك، قتلتني بريحتك. ماشي بنشوف شو والله انت. بس ليك انا من هلا بقول لك، هيدي الشغل اللي عم خبرك عنه رح يغير لك رايك. ها صعب كثير، لانه اللي مجرب مجرب كان عقله مخرب. طب فوت 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 فوت. مش عبعتك؟ شو ما بنشي؟ هيك حس بخنقة، حس في موجة هيك من الزهق من الملل، ما بعرف يا عمي، في شي على صدري مخنوقة خلاص. موجة بأمها وأبوها؟ ايه هيك شي. ايه مالك بتنحل، بس نبلش شغل بتنحل. إلا إذا في شي بينك وبين ربيع في شي؟ لا ما في شي، إنه هيك ضياع. شو يعني ضياع؟
والله ما بعرف، مش عارف ان احنا لوين رايحين انا وياه، شيء هيك مبهم. طب فتحتوا سيره الزواج مثلا؟ انا بدي افتح سيره الزواج معه؟ اكيد لا، ولا هو فتحت امه حتى. انه يعني مش ناويين تفتحوا سيره الزواج؟ انا ما راح احكي معه بالموضوع، اصلا ما بعرف اذا بدي اتزوج انا، ما بعرف. وهو اكيد هو بده يتجوز، مجنون. لا طب افترضنا يعني هو قال لك، ايه هو طلب منك، شو موقفك يعني انت؟ انا وربيع نتزوج؟ ما دخيلي، انا وياه مرة ورجال قاعدين بيت واحد كل نهار بوج بعض؟ لا. وبعدين يقول لي مثلا شو طابخه اليوم، مجدره مدردقه؟ لا يي 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 يارا، شو بكي يارا؟ عشان رح تقولي لي ما بدك تحفظي رقم اجر الصبي براسك؟ يعني حتى انت يعني ضد مؤسسة الزواج كلها وجيبي اولاد؟ يارا شو بكي؟ كأنك من هولي حدا. عم ذكرك بطلال صح؟ يعني شفته قدامي. حبيبتي سوري، بعتذر. خلص ما تزعلي. صح. قوم يما، يلا يما قوم. قوم يما، خلص بكفي عاد. ايه شو ناموسيتك كحلي؟ شوي بس يما، شوي ابوس ايدك. بعرف انك امبارح تاخرت كثير لرجعت. اي ساعة يما رجعت بالليل؟ يما شوي، الله خليك شوي. ايه علينا، صارت الظهر يما، بكفي عاد. نص ساعة ولا دقيقة. شو هاد يما، شو هالشغل بنصاص الليالي وبعدين هالقصة؟ قوم يا حبيبي قوم. بقولوا يما شغل الليل مسخرة النهار، قوم تنا نتمسخر شوية. يلا 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 هاي صارت الظهر يما، يلا قوم غسل وتروق. بدي احمل حالي واروح عند ام عساف، بقولوا مسكينة على الآخر صارت مريضة كتير. بتعرف شو بتقولهن؟ بتقولهن إذا متت ادفنوني بحيفة، ضحكتني. ليش ضحكتك؟ مش عارف ليه؟ لا والله. أحسن لك ما تعرفش، يلا قوم بلا تنبلي. يلا هيني. صباح الخير. يسعد صباحك انكفاح. يلا وهيدي قهوتك. ميرسي.
شو على الوقت؟ ما تأخرت ولا مرة تأخرت على ولا موعد. كتير حلوة. كيفك؟ أنا منيح ماشي حالي. يلا اشربي قهوتك وبرجع بعمل لك جولة بالمكتب. مثل ما بترتاح. مين هالولد المهضوم؟ هيدا رام ابني. عندك ولد؟ زواج سابق. بماش يعني انتم مش مع بعض؟ يعني تاجر الرياح. هو عايش معه ولا معك؟ بيني وبينه، بالشتاء بيعيش معي وبالصيفيه بيقضي عنده. يعني هي مش عايشه هون؟ لا هي مش لبنانيه. من وقت نقلت على لبنان ونقلت شغلي لهون ما قدرت اتاقلمت بالجو، فاتفقنا انه بيقضيها بيني وبينه. طارق طارق روح شوي له روح شو استخله طارق روح شوي له شو استخله خلص يعني حسمت امره خلص ممنونك انا انك تحملتني كل هالفتره طارق سمع مني يا ابن الحلال شافت ارض صدح مدح بنص الحمراء سياره فاتي سياره طالعه وانت ما بتعمل شيء بس عم تقبض مصاري بالضبط بشابتك ما طول ما طلع بلا قلت لي ما اقنعت ها ليه؟ ماشي خلص هي الأرض دعي لك يا شريك فهمني أنت من وين بدك تجيب 3 أشهر سلاف؟ أنا شو بدك أنت ما بتعطى الهم ما حتروح تتبكبك على مصطفى إيه وشو رح تعمل؟ خلص أنا مضبط الموضوع يعني مضبط مصاري وأحكي مع صاحب الأرض يا خيي من وين بدك تجيب مصاري؟ شو بدك أنت أنا خيي كنت ضابب لي قرشين ضابب قرشين وصار لك كل هالفترة قاعد عم تنقنق فوق راسي هيدي لوحدها يا سامي ما بتقعد تشغلني معك يا طارق يا حبيبي أنا لو ما ضابب هالقرشين إيه منين كنا بدنا نشتغل؟ روح شوي طول بالك صلي على الحبيب ضب الشنطة فوت خي خلينا نشوف كيف بدنا نسيسر امورنا ليك ما ظابطة خلص طاري ريحة شو هاي؟